ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا الردش. طنجرة وغطاها. جلست الطنجرة مستريحة من عناء النار التي تشوي الأساس وتحرقه بعد أن تم طفيها بالماء وجليها بالصابون وعمل مساج لها بالليف بعد عملية القحط القاسي التي سبقتها بالسيفة. جلست والحزن بيديها تتأمل غطاءها الحبيب، وما إن رأى الغطاء محبوبته الطنجرة في لقاء غير جهنمي هذه المرة، حتى انفرجت أساريره المصنوعة من الألمنيوم إلى درجة الانطعاج، وقال لها متقربا ومتشاطرا ومتزاكيا ومتملعنا ومتمسكنا وباقي عدة التطبيق الشعورية: يا أختي كاتشاب؟ لا شكرا، أنا بعكسك بحب المايونيز، بحب البرغل، أنا بحب الرز، بحب الشقف، أنا بعكسك بحب الكباب، بحب السكر، أنا بحب الملح، بحب من العصير بس البردقان، أنا بعكسك تمام، بحب كل شيء في عصير من عدا البردقان، بحب الفوتبول ما بطيقه، بحب التنس، بحب ريال مدريد، أنا بحب برشلونة، بحب البساطة ما بطيق البطاطا، أنا بحب الفخامة، على فكرة بحب الفحامة، ولي لا أنا بعكسك بحب أبو رمانة، وأنا بحب الرمان أكله صعب وبيوجع الأسنان، أنا بعكسك بحب الإنجاص، بحب اللون الأحمر فائع كتير، أنا بعكسك بحب الأخضر هادي، بحب الأسود معتم، أنا بعكسك بحب الأبيض صراحة. وحتى لو كنتي بعكسي بكل شيء، بس أنا من بين كل البنات بحبك أنتي، أنا بعكسك من بين كل الشباب بحبك أنتي. هكذا حدثنا الدمش. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.